بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل شرح موليكولار سيمتري، وكنا اتكلمنا في الثلاث اجزاء الاولى عن تعريفات الخمسه سيمتري اليمنتس بتوعنا اللي هما الاي والسيجما والاي والسي ان والاس ان، واتكلمنا على امثله وضحت لنا مركبات بتحتوي على الاي فقط ومركبات بتحتوي على السيجما. طبعا الاي موجوده في جميع المركبات، لكن في مركبات لا تحتوي على اي عناصر اخرى غير الاي. تمام. بالنسبة للسيجما كنا اتكلمنا عن ازاي نحددها بشكل صحيح داخل المركب، وكان اخر مثال اتكلمنا عنه البي تي سي ال 4، وكنا قلنا ان عنده سيمتري عفوا عنده السيجما موجودة في المكان ده بالخط الغامق، وسيجما زيها. تمام. وفي سيجما في المكان الخط المنقط زي ما احنا شايفين. من بداية الفيديو ده هنبتدي نتعلم ازاي نميز بين الاماكن بتاعة السيمتري elements بتاعتنا. فاحنا لما يكون عندنا سيمتري element لنفترض ان هو سيجما اللي احنا لسه بنتكلم عنه، والسيجما دي بتمر ب atoms داخل المركب مع السنترال اتوم، يعني في الحالة اللي قدامنا بتمر مع سي ال وسي ال كمان والبي تي في النص. تمام. فطالما بتمر بذرات من داخل المركب فبنسميها سيجما في. تمام. بلين اوف سيمتري بنرمزه بالرمز سيجما في. واللي هيمر بايسكتنج بتوين الاتومز هيمر طبعا بالسنترال اتوم بالضروره، لكن هيبقى بايسكتنج بتوين الاتومز، بيمر بيقطع ما بين الذرات، ما بيمرش بحاجه تانية، فبنسميه سيجما دي. تمام. يبقى دي اول طريقة للتفريق بين انواع البلينز المختلفة الموجودة عندنا، ان احنا نرمز للبلين اللي هيمر بمجموعة من الاتومز مع السنترال اتوم بالسيجما في، واللي هيكون بايسكتنج بتوين الاتومز هنرمز له بالرمز سيجما دي. فالمركب بتاعنا ده موجود عنده 2 سيجما في، واحدة في البوزيشن ده وواحدة في البوزيشن ده، وعنده 2 سيجما دي، واحدة في البوزيشن ده واحدة في البوزيشن ده. تمام. كده احنا ابتدينا نعرف ازاي نطلع السيمتري elements الموجودة في المركبات اللي بنشوفها، وابتدينا نميز ما بين السيمتري elements الموجودة، ومع الامثلة ان شاء الله اللي هنتقدم فيها هنعرف اكتر ازاي نفرق بين كل سيمتري element والتاني. تالت نوع من السيمتري elements اللي احنا هنتكلم عنه هو الانفيرجن بوينت اللي هي رمزها i. والانفيرجن بوينت او الانفيرجن سنتر يعني نقطة بنقدر من خلالها نعمل انقلاب في المركب فيرجع لصورة مشابهة جدا لصورته الأصلية. فمثلا المركب اللي قدامنا ما زلنا معاه بي تي سي ال 4، لو حطينا نقطة انقلاب عند البي تي هيحصل ايه؟ هنقدر من النقطة دي ان احنا نوصل خط من اي ترمينال اتوم لحد النقطة اللي احنا واقفين عندها، ونمد خط على نفس الاستقامة لنفس المسافة من الجهة الأخرى، هنجد اتوم مكافئة ليها تماما. يعني ادي هنحط هنا نقطة انقلاب زي ما احنا شايفين. تمام. وهنوصل ما بين اي تيرمينال اتوم زي السي ال دي وما بين نقطة الانقلاب، ونمشي مسافة مكافئة ليها على نفس الاستقامة، هنلاقي اتوم مكافئة ليها، هنلاقي كلور زيها الناحية التانية، تيرمينال اتوم التانية نمشي بيها لحد نقطة الانقلاب، وبعدين نمشي مسافة مكافأة ليها على نفس الاستقامة نفس المسافة من الجهة الأخرى، فنجد ذرة مكافأة ليها هي كلور تانية. تمام. طالما في نقطة نقدر نحط عندها مركز انقلاب بحيث ان اي تيرمينال اتوم نمد منها خط لهذه النقطة نجد هي اتوم مكافأة ليها الناحية التانية، فالنقطة دي بنسميها انفيرجن بوينت. تمام. يبقى لحد دلوقتي مركب زي ده احنا لقينا ان عنده الاي بالضرورة زيه زي بقية المركبات، لقينا عنده سيجما كذا نوع من السيجما وميزنا ما بينهم، ولقينا عنده كمان انفيرجن بوينت، يعني في المركب ده مستوى تماثل او درجة تماثل عالية. لحد دلوقتي موجود عنده ثلاثة من السيمتري elements الخاصين بالتماثل. رابع سيمتري element هنتكلم عليه هو the proper axis of rotation اللي هو CN. بس قبل ما نتكلم عليه ضروري انبهكم لحاجة، وانت بتذاكر منهج الكيمياء سواء موليكولار سيمتري او اي منهج تاني، خلي لكل منهج 3 كراسات خاصين بيه. خلي كراسة هتكتب فيها ملخص او الملاحظات او الحاجة المهمة اللي في المنهج
اللي انت هتيجي ان شاء الله قبل يوم الامتحان هتبص عليها. انت قبل يوم الامتحان مش هتيجي تبص على الفيديوهات واحد واحد، ولا هتيجي تبص على كورس او مجلد او ريفرنس تقعد تقرا منه واحده واحده. انت قبل الامتحان محتاج حاجه ملخصه تفكرك بكل النقاط المهمه اللي في المنهج، فده اللي انت هتعمله في الكراسه الاولى. هتحط ملاحظاتك، هتحط الملخص، الحاجه الفلانيه معناها ايه، والتانيه والتالته، اهم الحاجات، اهم النقاط اللي هتساعدك على الحل بعد كده. الكراسه التانيه هتستخدمها لحل التمرينات، يعني لما يجي مثال وبتطبق عليه اللي انت درسته، او سؤال في امتحان سواء كان كويز ولا كان فاينل او ميد، فكل الامتحانات دي لازم تجرب تحلها قبل الدخول الامتحان. فلما تيجي تجرب تحلها لازم يكون في كراسة بتحل فيها الأسئلة فقط، ملهاش دعوة بالشرح. تالت كراسة فيها حاجات تخصك انت، يعني وانت بتدرس اي منهج حط أسئلتك الخاصة، الحاجة اللي انت مش فاهم جات ازاي، الحاجة اللي انت عجبتك جدا، معلومة اول مرة تعرفها. فوانت بتذاكر اي منهج في الكيمياء لازم يكون عندك 3 كراسات خاصين بالمنهج ده. كراسة هتستخدمها للمراجعة اللي في الأيام الثلاثة الأربعة اللي قبل أي امتحان، والكراسة التانية بتاعت حل الأسئلة اللي برضو هتستخدمها في المراجعة بتاعت ليلة الامتحان، لأن ليلة الامتحان انت مش محتاج تراجع أصلا، انت المفروض هتكون راجعت خلاص قبلها بيومين ثلاثة، وفي الليلة بتاعت الامتحان انت فقط بتحل أسئلة وبتجرب ايديك في الامتحانات كلها. تمام. والكراسة اللي هتحتفظ بيها حتى بعد انتهاء الامتحان بتاع المنهج هو الكراسة بتاعت ملاحظاتك انت الخاصة، اسئلتك اللي انت حاسس ان هي مش موجودة في المنهج، عاوز تدور عليها بنفسك، اشياء عجبتك جدا، معلومات اول مرة تتعلمها، حاجات انت حاسس انك عاوز تفكر فيها، حطها في كراسة تالتة خاصة بيك انت، عشان دي هتكون كراسة لبحثك انت الخاص. نرجع نكمل كلامنا عن السي ان. لو خدنا مركب بسيط زي المية زي ما هو قدامنا كده، تمام، ودورنا على مكان نحط فيه اكسس اوف روتيشن، محور خط نحطه ونعمل عليه حواليه عملية دوران بزاوية معينة، وكنا قلنا ان الدوران بزاوية بتكون 360 على ان. فاذا عملنا دوران حيث سي ان كانت سي 2 مثلا، يبقى 360 على 2 يعني دوران ب 180 درجة، فسي 2 يعني دوران ب 180 درجة، سي 3 يبقى 360 على 3 يبقى هتدينا 120. يبقى سي 3 بمجرد ما تشوفها معناها انك بتعمل دوران ب 120 درجة. سي 4 هتكون 360 على 4 يبقى هتدينا 90، يبقى سي 4 انت عارف انك معناها بتعمل دوران ب 90 درجة، وهكذا. تمام. فلما نيجي نبص المركب زي المية، قدامنا الاكسجين في النص، وادي فيه بوند هيدروجين هنا وبوند مع الهيدروجين هنا، واحنا عارفين ان الشكل الفراغي بسبب وجود ريبالشن عالي بين التو لون بيرز اللي على الاكسجين الشكل ده بنت شيب. فلو جينا حطينا خط محور اكسس يمر بالاكسجين، تمام، وعملنا روتيشن حواليه بمقدار سي 2 يعني 2 فولد اكسس اوف روتيشن، يعني دوران بزاوية 360 على 2 على 2 فتدينا دوران بزاوية 180 درجة. تمام. فإذا احنا حطينا، عشان نفهم، إذا احنا حطينا رمز صغير الـ H اللي على اليسار دي سميناها A، والـ H اللي على اليمين دي سميناها B، فلما تحط محور في المكان ده وتدور تدور الجزيء كأنك شبكت الجزيء في هذا المحور وبتلف بيه بكل المركب 180 درجة، فالـ A او الهيدروجين اللي احنا رمزنا لها بالرمز ايه على اليسار هتلف من فوق سطح الورقه، تطلع بره الشاشه من ناحيتنا وتلف تيجي في نفس البوزيشن اللي كانت فيه البي، والبي اثناء دوران الايه من فوق سطح الورقه هتكون البي بتلف في نفس التوقيت من ورا الشاشه وتيجي في البوزيشن بتاع الايه. فدوران 180 درجه هيديك شكل مكافئ للمركب الاساسي، الاتشات لازالت في نفس البوزيشن، لكن انت غيرت الاي جت مكان البي والبي جت مكان الاي. تمام. فبعد الدوران هيكون المركب في صورة مكافئة له تماما، لكن مع الدوران ال H اللي كانت على اليسار جت لليمين، وال H اللي كانت على اليمين جت الى اليسار، ال A جت في مكان ال B وال B جت في مكان ال A. يعني لو حبيت تشوف المركب وهو بيدور هيدور بالطريقة دي، تمام، حوالين نفسه. تمام. فالذرة الهيدروجين اللي كانت على اليسار جت مكان اليمين، واليمين جت على اليسار بعد دوران 180 درجة.
تمام. فانت لما تبص المركب بتاعك وتجد ان في مكان بتقدر تحط فيه اكسس اوف روتيشن وتعمل روتيشن بزاوية معينة بحيث ان يديك مركب مكافئ للاصلي تماما في الصورة، يعني احنا بعد ما عملنا دوران ب 180 درجة الاتنين اتش موجودين على نفس البلين، تمام، السطح بتاع الشاشة، مفيش واحدة فيهم طالعة اوتسايد ولا واحدة فيهم داخلة انسايد، مفيش اتومز مختلفة، يعني بعد الدوران ما جاتش اتش مكان سي ال ولا اي شيء، تمام. فاذا انت طالما قدرت تحط في مكان في المركب اكسس اوف روتيشن وعملت دوران بزاوية معينة واعطاك صورة مكافئة للمركب الاصلي تماما، فانت حاطط الاكسس اوف روتيشن ده في مكان صحيح، تمام. وطبعا اي ذرة بيمر بيها الاكسس اللي انت حاطه بتكون unshifted، ما بتغيرش من مكانها، هي موجودة على الاكسس بتدور حوالين نفسها، تمام. اللي بتغير البوزيشن بتاعه فقط الذرات اللي حوالين هذا المحور، واللي لازم بعد ما يدوروا يرجعوا لوضع مكافئ للوضع الاصلي. طبعا احنا لحد دلوقتي بنفهم البيزكس بتاعة المنهج، لان لما تفهم البيزكس بتاعة المنهج كويس هتبتدي تحل المسائل الصعبة كويس. اذا مفهمتش البيزكس صح او حفظت من غير ما تكون فاهم اللي انت بتحفظه مش هتقدر تحل المسائل الصعبة، تمام. في الامتحان نادرا ما هيجيلك سؤال فيه نموذج سهل زي نموذج الماء، تمام. واذا جالك سؤال سهل فهتلاقي بقية الامتحان مش سهل، تمام. فانت لازم تحفظ وانت فاهم، ما ينفعش تحفظ فقط. المثال اللي بعده اللي هناخده هو الميسين، وكنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وكنا قلنا ان احنا بنرسمه بالشكل ده داخل كيوب، وكنا قلنا ان احنا هنرمز للاتشات اللي موجودة بالرموز A و B و C و D، عفوا A و D و F و B، علشان نقدر نوضح السيمتري elements الموجودة فيه. وطبعا اللي بيشوف الفيديو لأول مرة ومش عارف احنا ازاي رسمنا الميسين بالشكل ده يرجع للفيديو رقم 3. فلو جينا حطينا في البوزيشن ده axis of rotation يمر بالسي، تمام، وهنخلي زاوية الدوران بتاعته 180 درجة، يبقى عندنا الاكسس ده هيكون رمزه C2. فلما تعمل دوران ب 180 درجة حوالين هذا المحور، الهيدروجينة اللي للداخل اللي احنا رمزنا لها بالرمز E هتلف 180 درجة وتطلع خارج سطح الورقة وتيجي مكان الهيدروجينة اللي رمزنا لها بالرمز D في نفس التوقيت. هتكون أثناء الدوران، أثناء نفس الدوران هتكون الهيدروجينة اللي رمزنا لها بالرمز D بتلف وتدخل تخترق الورقة وتدخل ورا خالص وتيجي مكان الهيدروجينة اللي رمزنا لها بالرمز E. فأثناء هذا الدوران كل المركب بيدور، فبرضه في نفس التوقيت هيكون الهيدروجين اللي بره اللي مرموز لها بالرمز بي بتلف وتدخل جوه الورقة وتيجي عند مكان الهيدروجين اللي رمزنا لها بالرمز اف، وفي نفس التوقيت هتكون اف بتدور من جوه وبتطلع بره سطح الورقة وبتيجي مكان بي، تمام. فيصبح بعد الدوران المركب له نفس الشكل، شكل مكافئ له تماما، وفقط الهيدروجينات بدلت مع بعضها الى مكان موجود فيه هيدروجينة مكافئة ليها، تمام. ال A بدلت مع ال D وال F بدلت مع ال B، يبقى الموقع ده صحيح موجود فيه فعلا axis of rotation قيمته C2، يعني دوران بمقدار 360 divided by 2، يعني دوران بمقدار 180 درجة. ولو حابب تشوف المركب وهو بيدور، فادي الكربون وادي التو هيدروجينز اللي طالعين لبره وادي التو هيدروجينز اللي للداخل اللي احنا رسمناهم داخل المكعب. ولما نعمل C2 في المكان اللي احنا قلنا عليه في هذا الموقع هيكون دوران بالشكل ده، تمام. وضحت؟ هل في اي axis of rotation اخرى نقدر نحطها في المركب ده؟ طبعا في، بس احنا دلوقتي بناخد امثلة وبعدين ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل على كل مركب، تمام. هنكمل كلامنا عن axis of rotation وأمثلة تانية، وهنتكلم عن proper axis of rotation في الفيديو اللي بعده إن شاء الله.